بسم الله، هنتكلم على كوتلين كلغة برمجة. الكوتلين كبروجرامينج لانجوج. هتناول اول حاجة ايه هي الكوتلين. الكوتلين هي لغة برمجة اوبن سورس. اوبن سورس يعني الكود بتاعها مفتوح، عالميا الناس بتشوفه وبتقدر تعدل فيه وتضيف. الكوتلين مجاش عشان يرابلس الجافا نهائي. احنا ممكن نعرف الكوتلين ببساطة ان احنا نقول ان هي جافا زائد اكسترا ابديتس، او شوية فيتشرز جديدة، او شوية ايه امكانيات حديثة او مختصرة او مش اكتر من كده. الكوتلين بتشتغل في الاساس على حاجه اسمها الجي في ام، اللي هي جافا فيرتشوال ماشين، وان شاء الله هنبقى نوضح ازاي الفكره بتاعت الجافا فيرتشوال ماشين. لكن هي بتشتغل على حاجه اسمها جافا فيرتشوال ماشين، اللي هي البايت كودز او البايتس كود، ودي الطريقه اصلا مخترعاها جافا. فاحنا الكوتلين بتعد عليها واسلوبها بتشتغل. وطبعا مش دي اللغه الوحيده، كان في لغات ثانيه عملت نفس القصه بتاعه الكوتلين زي السكالا وغيرها. الكوتلين يا اما تشتغل كده بالجي في ام اللي هي جافا فيرتشوال ماشين، يا اما ممكن تشتغل كمان مع الجافا سكريبت وتشتغل في السورس كود بتاع جافا سكريبت وتنتج لي البرامج. خدوا بالكم الكوتلين متكامله تماما مع الجافا، يعني ممكن اكتب في نفس البرنامج التو كودز او التو كلاسز، كلاس بالجافا وكلاس بالكوتلين، والاثنين بيكلموا بعض وبيحذفوا البيانات لبعض وبيشتغلوا مع بعض عادي جدا اكنهم كود واحد. تمام. طيب بعد كده بنتكلم على الكوتلين برضو ان هي بتشتغل على مالتي بلاتفورمز، يعني بتقدر تشتغل على الماك، على الويندوز، على اللينكس، لان طبعا الجي في ام اصلا نازله هناك فما عندهاش مشكله. برضو الكوتلين بتقدر تطلع برامج ديسكتوب، وبتقدر تطلع برامج اندرويد كموبايل، وبتقدر تطلع برامج ويب. برضو الكوتلين اصلا كانت انتاج 2011 من شركه شهيره اسمها جيت برينز، الشهيره قوي بالحاجات اللي هي الاي دي اي، او البرامج اللي هي بتستخدم كانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، او بيئات تطوير مدمجه فيها مجموعه من الادوات المشتركه عشان تنتج من خلالها البرامج. خلاص الشركة دي طبعا او الكوتلين اشتهرت بسبب ان جوجل طبعا اعتمدتها كلغة اساسية، او هي الاوفيشال يعني لانجوج بتاعت تطبيقات الاندرويد. اللي احنا هنقوله ايه ان شاء الله في الكوتلين كبروجرامينج لانجوج بلان. ان شاء الله نتناول الكوتلين كبيزكس، هنتكلم على الفاريابلز، على الكونديشنز، على اللوبز، على الاريز، على ان بي ان بي اي والى اخره، من الحاجات الاساسية الخاصة باي لغة برمجة والحاجات البيزكس يعني. بعد كده ان شاء الله هنتكلم على حاجات الخاصه بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج، هنتكلم على الكلاسز، على الاوبجكتس، على الكونستراكتس، على الاوفررايدنج، على الاوفرلودنج، على الانهيرتنس، على كل الحاجات الخاصه بالاوبجكت اورينتد. وبعد كده نتكلم على السترنجز والفايلز والاكسبشنز والفايلز، وهنتعامل ان شاء الله مع الكوتلين ازاي تربط بيه الداتابيزز. وفي الاخر هنتكلم على الكوتلين ك فانكشنال بروجرامنج والصوره بتاعه الفانكشنال بروجرامنج والكلام دوت. وإن شاء الله نشوفكم ما بعد خطة الكوتلين كبروجرامينج لانجويج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.